يعني الإجمالي كم يعني يا أبو الفريدة من نوحي؟ يعني حسبة 2 مليون جنيه كده يا حاج عرفان. 2 مليون جنيه؟ ده أنا لو هنسف فسيرس بتنانينه والهف من العشر الحديدي مش هدفع كل المصاريف دي. قوم يلا قوم يلا كلم عمك لينور فاليريان وقول له يسبقنا على نتفليكس. سلام يا بوهي.